لا يقل عن 10 إلى 12 مسؤول في الوزارة، هناك إجراءات قضائية بين اعتقال وبين حكم صادر وبين يعني أحكام غيابية. الشيء الثاني اللي حتى تطمئن له أنت أولاً، نعم، ومن خلالك الجمهور، كل قضية فساد، كل عقد في وزارة التجارة في سنوات سابقة اليوم يحاسب ويدقق من قبل ديوان الرقابة المالية، جيد، هيئة النزاهة، الرقابة التجارية. ماكو شيء رايح، لا تعتقد اليوم للدولة شيء يضيع، مستحيل.